أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن تربية الكلاب في البيوت. لا يجوز هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يجوز أنه يدخل الكلب في بيته. إذا كان محتاج له للحراسة يخليه برا، يخلي له مكان برا يدخله في بيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كلب للحراسة أو للصيد خليه برا، مكان برا يحفظ فيه من الضياع ومن الاعتداء عليه، ويكون خارج بيته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.